طيب نقول تشكيل مباراة اليوم. البداية هيكون محمد الشناوي في حراسة المرمى، ظهير أيمن، محمد هاني، ظهير أيسر، علي معلول، وثنائي قلب الدفاع محمود متولي ومحمد عبد المنعم. ثنائي خط الوسط الدفاعي عمرو السولية وحمدي فتحي، ورباعي المقدمة برونو سافيو، كريم فؤاد، أحمد عبد القادر، ومحمد شريف. مرة تانية، محمد الشناوي لحراسة المرمى، محمد هاني، ظهير أيمن، علي معلول، ظهير أيسر، وثنائي قلبي الدفاع محمود متولي ومحمد عبد المنعم. ثنائي خط الوسط الدفاعي هيبقى حمدي فتحي وعمرو السولية، ورباعي المقدمة برونو سافيو، كريم فؤاد، أحمد عبد القادر، ومحمد شريف.